يعني بخصوص موضوع ون بلس وتواجدها، ون بلس متواجدة كجزء من إيفنت كوالكوم أصلاً، يعني من حدث كوالكوم اللي موجود هنا وليس تواجد حقيقي. يعني هذا ون بلس يو اس سلاش 5G، وهني الفكرة مالت، يعني هو مو بوث لون بلس إنما جزء من كوالكوم. أنت اللي عندهم الراوتر هذا اللي قاعد يأخذ ال LTE أنت أنا ويعطيها واي فاي 5 طبعاً AC. في عندهم نموذج ما خلص للحين المفروض يعطي واي فاي 6. ايضا الشركه هذه مهتمه في تزويد ال 5G على شبكات على الشيب الام 2 اللي هو هذا اللي داخل، لكن هذا اللي موجود حاليا هو ال 4G. هذا نسخه ال 5G من مي ميكس 3، قوى المعالج ل 855، بالتالي المفروض يتغير كثير من الامور بالجهاز. فكره الجهاز ان الكاميرا سوايب بالشكل هذا، طبعا الاضاءه هنا سيئه جدا لكن صورتها لكم. كان الحوار مطول مع مدير نوكيا المباشر، والحوار كان ثري، واستغربت من وساعة صدره. أنا ضغطت عليه ضغط شديد يا جماعة، لكن الرجال يسمع وبيقدم ويوعد طبعا أنه بيقدم جهاز محترم السنة هذا. شوف يا جماعة الجهاز هذا اللي هو لينوفو يوغا S940، هذا شوف استغلال مساحة، شوف لي وين واصله، شوف سماكة الجهاز اللي موجودة. هذا الجهاز باثنين تايب سي من هذا الجانب، ايضا من هذا الجانب. حقيقه ان الشكل ملفت جدا، مصنوع بالالمنيوم بالكامل، وانا ما ادري اقول لك انا مستكثر انه مو ثينك باد مثلا. يا جماعه اقرب شيء ممكن نقرب لكم لهذا الجهاز هو بالشكل هذا، يعني هذا اقرب شيء ممكن نوصل له. اما الشكل الثاني اللي هو من اعلى، يعني هذا اقرب شيء له. بعد اليوم هذا كان قصير، اغلب اليوم هذا كان نقاشات فنيه علشان ازودكم فيها، نقاشات مع كوالكوم انتل، اكثر من نقاش لشبكات الفايف جي، انواع الفايف جي، ايضا انواع المفروض نشوفها تواجد اثنين مودم في بعض الاجهزه، وهل الاجهزه راح تنتظر عشان X55. كثير معلومات جمعت لكم في هذا المعرض. اذا انهي اليوم الثالث في MWC، وساقدم لكم معلومات ان شاء الله اليوم مساء لتفاصيل مدير نوكيا واللي حصل. يا جماعه الشخص هذا انا حركته حرق، لكن جاهز لاستقبال اي شيء واذنه مفتوحه. هذا الامر لقيته عند ZTE، هذا الامر لقيته عند هواوي سابقا، طبعا موجود عند سوني، لقيته عند سامسونج قبل 4 سنين. اذا فاصل يا جماعه، قلنا خلينا نغير، فعندنا هذه الحين جاري معرفه كيفيه الفتح. في بعد واحده هنا، طيب عطني فكره شلون تنفتح هذا. انا بحاول يعني. ماشي، ضبطني اللي عندي الحين. شوف يا جماعة الواقع ان الطعم عادي، لكن بما انك على السوشيال ميديا خرافي. اي والله المعرض الخرافي هذا والقعدة الخرافية مع العصير الخرافي هذا، كان معانا مقابلة خرافية بعد. انا مريت كثير من القهاوي، بعدين لقيت قهوة زحمة، لانها زحمة راح اشوف شو السالفة. اللي هي هذه اسمها 365، هذه يعني بشوف انا ليش الازدحام بالشكل هذا. بنشوف السالفه شنو عشان ما نظلمه، لانه يمكن يقول لك مظلوم. اسعاره زينه ترى، اسعاره زينه وعنده كثيره من التشكيلات الزينه. وهذا ندز لكم اللوكيشن بعد. نجمتين من خمسه، نجمتين. قهوة أي كلام، حلو الحمد لله على النعمة. يعني كونكشن اتش، ما في 4G، الكونكشن هنا ضعيف بسبب المكان. يعني ممكن أعطي المكان هذا تقييما، ممكن أعطي طرف نجمة مثلا. مجد كشخص تقني، إذا دشيت قهوة ما فيها كونكشن كم تفقد نجمة من الخمسة؟ كلها يا ساتر كلها. انا عشان اكتف مجد قال لي انه عنده سولوشن، عنده قطعه تدمج كل السرعات مع بعض من خلال ايثرنت. يعني يكون عندك مثلا STC عندك او زين ومدى واكثر من شبكه، يدمج لك السرعات مع بعض، ما يعطيك بالانس، يعطيك كل السرعات مجتمعه. عندك سولوشن هذا ان شاء الله، ترى قدام الناس، انا بالانتظار. تمام، هذا مجد يعني هني مجد بيك يتعلم على السيجوي. هذا السقوي، انا كل ما جبت واحد علمته عليه. هذه لازم اي دوله تروح لها تاخذ لك جوله بالسقوي،
يعني اكتب سيجواي تور باسبانيا، اكتب سيجواي تور بفرنسا، بالمانيا، راح تلقى واحد سيرتيفايد يقدم لك سيجواي تور. جوله بالشكل هذا ويا التيم. يعني الجولات اللي على الارضيات اللي مو تمام راح تكون خطره شويه. هذا الدوار بس مو الفكره، مو بالدوار يا جماعه، في جبل هناك اسمه جبل اليهود رايحين له احنا الحين. ايوه يلا. هذا الجبل مسوينا على شكل حديقه، ويقول لك في اشجار هني تنبت بس على هذا المكان بسبب درجه الحراره. يقول لك هذا من اطول انواع الصبار في العالم المفروض. يعني هني كان في حادث للفورمولا 1 ولغوا الامر بسبب تواجد حادث قتل 5 اشخاص. هذا منظر من فوق، خلينا ناخذ لكم بالشكل هذا. شوف المنظر هني. اوكي هذا يستاهل انك تجيب سيجوي. 1929 هوتيل ميرامار، هذا الفندق قديم جدا، اليوم فيه ب 500 يورو. يعني عشان تشوف النافوره هذه وتشوف الاماكن الزينه وتشوف مجد بيك موجود هنا. Because God he wanted to respect God by building 1 meter lower. Ahí está la Sagrada Familia. طبعا راح يحطون 4 كنائس هني، مكان صعب بصراحه. فابور. وفوق الجبل هناك بعيد راح يحطون شخص فاتح يدينه نفس فكره البرازيل. والله الجوله هذه جميله غير عن الاولى، غيروا الروت فصار الوضع افضل، تشوف فندق، تشوف يعني مرتفعات. And before he was to create electricity, now he's dedicated to the skateboarders and to the graffiters. يقول لك هني شلون كانوا يسوون الطاقة سابقا من الستيم. هني بقاعدة تقنية نظيفة ثقيلة. مجد صديقنا هني احمد عبد الصمد، هذا AAM ايام CEO for Arab، ايام شو اقول لك، يعني من اثقل الناس القدامى. تحية حق الشباب المتابعين. الله يحييك ويقومك والله يسهل امرك، مشوق ان شاء الله في احسن الاوقات واحسن مع الاندرويد. تحياتي تحياتي وتقدير. يا شباب شله المبرمجين راحوا بروح ويا بعض، قلنا لهم نصور شيء ففلتوا، لكن راح احاول فيهم.